يوسف شعلان اليوسف تحول من عامل عادي إلى إرهابي يقطع أجساد البشر ويذبحهم بدم بارد. يروي جريمة ارتكبها مع مجموعة مسلحة بحق أحد عناصر قوات حفظ النظام الذي طالما سهر على أمن أهله وسلامتهم. يوسف شعلان اليوسف، مكاني دير الزور، منطقة الجبيلة، عملي عامل عالي سوق العالي. كنا بيركين عندنا بالحارة، فجأة سمعنا صوت دلميتات، صوت نار، اطلاق نار، اطلاق نار كثيف يعني بحيل، شغل ما تتصور. سألنا شو السالفة، من يقولون في عنصر، رحنا يطلع شيء 1000 واحد تقريبا على المكان هذا، تجمع صارت مكان تجمع. عالم صارت تضرب دلميتات، عالم صارت تضرب بجفتها، عالم صارت تضرب بروسيات، طبعا على البيت. إلا انحرق البيت، حرق استوى البيت خالص. فتنا يطلع شيء 25 واحد تقريبا على السطح. طلعنا انه في مكان بين السطح وبين الحوش، مكان مرتفع شوي، وانه الزلمة طبعا لابس قلابية هو الزلمة. جينا قربنا عليه، فتشوا كمان رفيقي، اطلع من جيبته مشرط، سحب المشرط رفيقي اللي طلعوا من جيبته وضربوا بجيرانه. هاي أول صواب ياكلها ما يدور بيجرى. جبنا السطح، السطح في وسط صغيرة ما لها داير، هاي داير حرف احنا نسميه داير. جبنا لهونيك، اجى هذا غزوان رفيقي صاحبي سمين بحيل لشه، حطوا نفشه من السطح. طبعا هو بيت عربي، كانوا من يستنون شيء 1000 واحد تحت، 1000 واحد كانوا يستنوا. كلها هاي ما عليك عن السلاح، السلاح من جفت الفرد الروسية، هاي ما لها علاقة. في سكاكين، في صياخ المعاش، في شنتيانات، في الكريكات، في سلاح، كله كل السلاح انضرب فيها الزلمة. لسه ما وقع على الأرض، بلش ضرب 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 ضرب، إلا استوى إلا مات. طبعا انا بدوري قمت اخذت السكين، في عندي سكين كمان همين ضربته، وبلشوا يقطعون فيه. محمد جمال تشلبه، وفي ولاد نهار، ولاد شقوق، في جماعه كمان نوب من البوسرايا كمان هم اللي قاموا بتقطيعه. يعني في يطلع شي 500 واحد تقريبا. اللي بعد اثناء قتل الشرطي وتشويه الشرطي والتمسيح بجسده، شو كانت الشعارات او شو كان يحكوا العالم؟ كانوا يهتفوا قولوا للشبيحه الديريه ذبيحه.